تحياتي بنك فيصل الإسلامي، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق منطقة الدعم بتاعته ما بين مستويات 25 ل 26، ودي منطقة التجميع زي ما بنقول بتاعته ومنطقة الطلب الرئاسية في الوقت الحالي، وما زلنا بنتداول تحت ضغط مستويات ال 32.5. الاستقرار فوق منها يعني ان احنا تحولنا على ترند صاعد وسنبحث عن قمة جديد. ده بالنسبة لنا السهم لو لاحظنا لان احنا نزلنا على شكل اي بي سي، نزلنا بشكل خماسي وصعدنا بشكل تصريفي بسيط جدا، ونزلنا خدنا ضلع اخر، واحنا لحد مستويات 61 فيبو، وكمان ابتدينا بقوه من عند لما قربنا من منطقه الطلب الرئاسيه اللي عند مستويات ال 25 جنيه اللي بنقول عليه. طيب يبقى احنا منتظرين ايه؟ منتظرين ان السهم يصعد ويلغي لنا اخر موجه هبوط الضلع السي ويستقر فوق مستويات ال 32.5. ساعتها هنقول ان السهم خلاص تحول على ترند صاعد، وما زالت النظره دي ايجابيه. اعتقد ان السهم نحو قمه جديد. لو انا عايز اهداف للسهم، المفروض اخد القمه وقاع اللي تشكلوا عندي في السهم المستويات دي، والمفروض ان انا هستهدف مستويات ال 61 فيبو، ولا نفسي عندي هدف عندي مستويات ال 44 جنيه. اول هدف بالنسبه لي هو المستويات اللي قلنا عليها اللي عندي مستويات 32.5، اللي اتوقع ممكن يحصل من عندها رده فعل بسيطه تصحيح ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد. وبالتوفيق.